بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بحضراتكم في لقاء يتجدد بحضراتكم ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا هو شهر رمضان المبارك، شهر الصوم، شهر التراويح، شهر العتق من النار، ولا شك أن في أكثر من الناس أيضا تقديم وتأدية زكاته في هذا الشهر الفضيل المبارك. هل لنا أن نتعرف فضيلة الشيخ من فضيلتكم عن أهل الزكاة؟ من هم أهل الزكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الزكاة هي الركن الثاني، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله في أكثر من 70 موضعا، ما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فيجب على المسلم الذي عنده مال تجب فيه الزكاة أن يخرجها طيبة بها نفسه، لأنه لا يصح دينه إلا بإخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. فمن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن منعها بخلا فإنه يكون عاصيا لله ولرسوله ومانعا لحق من الحقوق في ماله، فيجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، لأن هذا حق وجب عليه. فإن كان له شوكة ومنعة فإنه يقاتل، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قاتلوا مانع الزكاة. والزكاة بين الله سبحانه وتعالى مصارفها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه ثمانية مصارف لا يجوز إخراج الزكاة في غيرها، لأن الله حصر إخراج الزكاة فيها في قوله تعالى: إنما الصدقات، وإنما كلمة حصر. فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الثمانية من المشاريع الخيرية كبناء المساجد وتحفيظ القرآن وبناء المدارس وغير ذلك من المشاريع الخيرية، وإنما هذه المشاريع الخيرية تمول من التبرعات ومن الصدقات لا من الزكاة. وهذه الأصناف الثمانية: أولا الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. ثانيا المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء، يجدون نصف الكفاية أو أكثرها. وثالثا العاملين عليها، وهم الذين يتولون جبايتها، الذين ينصبهم الإمام ويكلفهم الإمام بجباية الزكاة
وقبضها من أهلها وإحصائها وتوزيعها على مستحقيها، ورابعا الغارمين وهم على قسمين: غارم لإصلاح ذات البين كالذي يتوسط في بين القبائل المتنازعة من المسلمين لإصلاح ما بينهم ويتحمل في مقابل ذلك غرامة، فإنه يعان من الزكاة ولو كان غنيا لأنه غارم لغيره، فيعان من الزكاة لئلا تجحف الغرامة بماله، ولئلا يسد هذا طريق الإصلاح بين الناس. والثاني الغارم لنفسه وهو المدين المعسر الذي ليس له سداد لديونه الحالة، فهذا يعان من الزكاة بما يسدد به ديونه، وهذا إنما يعطى عند الفقر، إذا عجز عن تسديد الديون وهو مطالب بها. وفي سبيل الله، والمراد به تجهيز الغزاة وشراء الأسلحة، وذو المراد الغزاة الذين ليس لهم مرتبات في بيت المال، غزاة المتطوعة الذين ليس لهم مرتبات في بيت المال، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على الجهاد في سبيل الله. أما الذين لهم مرتبات في بيت المال فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. وابن السبيل وهو المسافر الذي ضاعت نفقته أو نفدت أو سرقت ولم يبقى معه ما يمضيه في سفره ويرجعه إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يستطيع به مواصلة السفر والرجوع إلى أهله وإن كان في بلده غنيا. هؤلاء هم أصناف أهل الزكاة على سبيل الاختصار. وإخراج الزكاة لا يتعين أن يكون في شهر رمضان، بل كل ما تم الحول، كل ما تم الحول على المال فإنه يجب المبادرة بإخراج زكاته، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، لقوله تعالى: وآتوا الزكاة. هذا أمر، والأمر يقتضي الفورية ولا يؤخرها إلا لغرض صحيح، إما لكون المال غائبا ولا يستطيع أن يزكيه حتى يحضر، أو لإعطائها لفقير أشد حاجة ينتظره، فلا بأس بذلك. نعم، حفظكم الله فضيلة الشيخ صالح، ما معنى قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها؟ هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لولاة أمور المسلمين إلى أن تقوم الساعة، أن يأخذوا الصدقات، الزكوات، زكاة الأموال. خذ من أموالهم أي من أموال الأغنياء صدقة، أي الزكاة لأنها تسمى صدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر أخلاقهم من الشح والبخل، وتطهر أموالهم أيضا لأنها طهرة. الزكاة من معاني الزكاة الطهارة، فهي تطهر المزكي وتطهر المال أيضا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، عرفنا معنى تطهرهم، وتزكيهم بها هو بالمعنى، هو معنى تطهرهم، ولكن هذا من باب التأكيد، لأن الزكاة هي الطهارة، والطهارة هي الزكاة. وتطلق الزكاة أيضا على النمى والزيادة، لأن الزكاة تنمي المال وتزيده بركة، وإذا حبست ولم تخرج فهي سبب لتلف المال وهلاكه. نعم. فضيلة الشيخ صالح، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، بالنسبة لتأخير الزكاة إلى شهر رمضان، ما الحكم في ذلك؟ الأجر بالمبادرة بإخراجها،
وليس الأجر بتأخيرها، لكن قد يؤخرها لعذر شرعي مثل انتظار المستحقين أو من هم أشد حاجة. وأما تأخيرها من أجل الوقت فالفضل في المبادرة في إخراجها عند تمام الحول. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. بإذن الله تعالى نستكمل بعض النقاط الخاصة بالزكاة في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة الكرام، نلتقي معكم ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على خير نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.